لاباس عليكم؟ بخير، صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب فيه الصابون. داك النهار كنت صاوبت الزيت ديال الكوك، الفيديو اللي كنت صاوبت فيه الزيت ديال الكوك كان بقى لي الكوك ناشف اللي كنت عصرت، وبقى لي الحليب ديال الكوك. قلت لكم هذاك الحليب يمكن لكم ابخي دوش وداك الشيء تديروه لوكور ديالكم، راه كيدغطي لابو مزيان، تدوشو تساليو وتخويوه عليكم وداك الشيء وتخليوه ينشف. راه في ساعه كينشف ولكن كيخلي واحد لابغيونس وواحد الرطوبيه في الجسم غزاله، ولا يمكن لكم ديروا به حاجه اخرى. انا اليوم صوت به الصابون ديال الكوك اللي كيليق البشره الجافه، غالبا البشره الجافه، البشره العاديه. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو تشوفوا كيفاش صوت الصابون ديال الكوك. فوالا البنات، كنحتاجوا في هذا الصابون تقريبا نص صابونه طبيعيه، صابون طبيعي هكا يكون محكوك، وكنحتاجوا ليه هذاك الحليب اللي كنا فاش صوبنا زيت الكوك وحيدنا منه الزبده ديالو وخرجنا منها الزيت، احتفظنا بالحليب ديالو. ها هو غادي نخدمو به. ونحتاجوا هذاك الكوك اللي حنايا عصرناه وبقى لينا ناشف، ها هو تا هو غنستعملوه ما يتلاحش. ونحتاجوا زيت الكوك، هو هذاك النيت اللي كنا عصرنا داك النهار، ها هو جبدته شويه خليته في الحال سخون حتى تطلق، غناخذو منه حتى هو شويه. غير هذا ماشي ضروري اذا كانت البشره دهنيه بلا ما يتزاد هذا. ونحتاجوا مورد على بركه الله، ونحتاجوا هاد الليمون ديال السيليكون اللي غادي نديرو فيها الصابون ملي يوجد. فوالا غنديرو تقريبا نص صابونه، ها هي نديرها في واحد الكاسخول. صابون طبيعي البنات، ما يكون فيه لا ريحه لا والو. وهذاك الكوك اللي بقى لينا ناشف هو هذا، ها هو نديرو منه تقريبا شي جوج معالق، وما هادو تقريبا كاين جوج معالق هنايا. هذا راه واخا كيذوب الصابون، نزيدو شويه، واخا كيذوب الصابون كيبقى هو شي شويه هكا كتحسي بيه، كيدير بحال الكوماج ملي كتكوني كتغسلي في وجهك وداك الشيء، كيمكن لك تمصي بيه وجهك، كيدير بحال الكوماج. وناخدو شي جوج معالق ديال الحليب ديال الكوك، ولا كتر كاع ممكن قد ما زلزتي ماشي مشكل. انا درت 4 المعالق حيت الصابونه كبيره شويه. وناخذ شويه الموارد، وبالنسبه للزيت ديال الكوك اللي البشره ديالو جافه هو اللي يزيدو، اللي عنده البشره دهنيه ولا هذا ولا طبيعيه ما كتحتاجش الزيت بلا ما يزيدو. اللي البشره ديالو جافه هو اللي يزيدو. انا غادي نزيد، انا البشره ديالي ماشي جافه ميكس، ولكن كيعجبني كيخلي وجهي رطب. غنزيد تقريبا واحد المعيقه صغيره، انت درت عليه شويه، واحد المعيقه صغيره. يمكن لكم تعوضوه بالزيت ديال الزيتون الا كانت مسوسه، ماشي ديك المالحه، زيت الزيتون بكري يمكن لكم تعوضوه بها. وانا غادي نصاوبو بحال هكا، و الا بغيتو تضيفو ليه شي لون يمكن لكم ديرو داك لي كولوغون اليمونتير تديرو باش يعطي اللون. شوفو نتوما الكولوغ اللي بغيتو ديرو غادي يجي حتى لا كولوغ ديالو مختلفه، وعلى عافيه مهيله ما تاخذش الوقت بزاف. غادي نذوبوه، خلطوه مزيان وذوبوه. قرب لكم كاميرا، فوالا البنات ها هو ملي داب، ها هو كيفاش ولا. غنخليه واحد شي شويه على ما برد، وغنديرو في ليمو ديال السيليكون يبرد شويه. انا غنديرو دابا في ليمون هاب شويه، يما عندوش هاد ليمون ديال السيليكون يمكن يدير هذوك الكويطات ديال الحلوه اللي كنديرو فيهم لي مادلين ولا في الكب كيك ولا هادوك، يمكن لك تستعمليهم يبرد شي شويه الصابون وتستعملوهم ماشي مشكل.
فوالا ندخلهم للفريكو حتى يجمدوا مزيان، وغنخرجهم ونديمو ليهم ونوريهم لكم كيفاش كيكون الشكل ديالهم. خليكم معايا. فوالا البنات، ها هو الشكل ديالو، خليته تقريبا شي ساعه في الفريكو، راه في ساعه كيجمد. ها هو الشكل ديالو كيفاش كيكون، ها هو. وكي قلت لكم الا بغيتو يخرج بشي لون اخر، يمكن لكم ديروا لي كولورون اليمونتير، الكولور اللي بغيتو، حمار ولا خضر ولا الكولور اللي بغيتو، راه كيجيو ملونين. وبالنسبه للريحه، راه هذا فيه شي شويه ريحه الكوك، لان نتوما عارفين الصابون العادي كتكون ريحته شويه مجهده. المهم هذا انا ملي خلطت معاه الكوك فيه واحد شي شويه ريحه الكوك، ماشي بزاف، فيها شويه ولكن الا بغيتو نتوما شي شويه تكون الريحه احسن، يمكن لكم ديروا الروح ديال اي ريحه بغيتو نتوما، داك زيت الاساس ديال اي ريحه اللي نتوما بغيتو، راه كتعطي حتى الريحه ديالو. ها هو كيفاش جا، نديمو ليه. ها نتوما البنات الشكل ديالو، انا بحال هاد الصويبينات اللي كيكونوا بحال هاد الشكل، كيمكن ليا زعما نديرهم فشي بواطه ونديهم معايا ملي نكون خارجه ولا مغدي على برا، ولا عرفتي اللي عنده الوليدات راه كيبغي اشاك فوا يغسل، كنديهم معايا الا كنت خارجه شي خريجه هنايا قريبا غناكلو على برا ولا شي حاجه، كنديهم معايا. ها نتوما الشكيلات، راه غزالين البنات. وحتى يمكن لكم حتى ديكوريو الصابون اللي كنحطو في الحمام وداكشي، يجي شويه مديكوري وما فيهش الخدمه بزاف، راه في ساعه كيوجد، يعني واحد 10 دقائق ديال الخدمه وانتم عندكم شي صابون ديكوري في الحمام، كيجي غزال. ويمكن لكم يعني انا دابا درتو بالزيت ديال عفوا درتو بالحليب ديال الكوك وبالكوك، راه كيدار بزاف بالمعدنوس، كيدار بزاف ديال المواد على حسب البشره ديال كل واحد. الى عجبكم نصاوب لكم صابون ديال المواد اخرى. ها هو. وبالنسبه لدوك الحبيبات ديال الكوك اللي كيكونوا، راه يمكن لك ملي تكوني كتغسلي في وجهك كديري به بحال كوماج الوجه. هذا هو الشكل ديالهم، مزيونين، تختاروا الشكل اللي بغيتو على حسب المولات اللي عندكم. فوالا البنات، راه باش تصاوبي الصابون اللي غادي يجي لك مع وجهك، راه ماشي زعما شي حاجه اللي هي صعيبه، راه ساهله. تكون عندك صابونه اللي هي طبيعيه كتدخلي فيها المواد اللي كيناسب وجهك، راه كاينين بزاف، كاين الخيار، كاين المعدنوس، كاين هذا كيف قلنا الكوك، الافوكا، اي حاجه كتضغطي لك وجهك يمكن لك تدخليها، كتدخلي معاها لودوغ اللي انت بغيتي، ايوا، وكتصوبي صابونك راسك بلا ما كتحتاجي تشوفي هذا الصابون جاني ولا ما جانيش. هنا نكون ساليت الفيديو ديالي، وكنتمنى تكونوا لقيتوا فيه شي فائده ان شاء الله، ونقول لكم بسلامه، فيديو اخر ان شاء الله، بسلامه.